أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحذيرات والأخطار المترتبة في حال ضرب إعصار كيار مناطق السواحل الجنوبية الشرقية لليمن. وجهت الحكومة بتشكيل لجان ميدانية وغرف طوارئ وفرق إنقاذ تحسبا لأي خسائر قد يسببها إعصار الكيار في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرة وشبوة وأبين وعدن. هذا ودعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب المنظمات الأممية والدولية لتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة للمواطنين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات ومخاطر الإعصار في حال ضرب المناطق الساحلية الأهلة بالسكان، وهل الاستعدادات الحكومية كافية لتلافي الخسائر المترتبة عن إعصار كيار؟ قبل أن نستقبل ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد المغني. تساؤلات عديدة وتخوفات أكثر من عودة الأعاصير المدارية لضرب مناطق السواحل الجنوبية الشرقية لليمن جراء اضطرابات البحر الناتجة عن اقتراب الإعصار كيار. الإعصار كيار الذي يعرف أيضا بإعصار النمر يعد واحدا من أكثر الأعاصير خطورة على سواحل اليمن وعمان وأكثرها تدميرا بعد أن بات على مشارف الدخول تحت تصنيف الدرجة الخامسة بحسب خبراء في مركز الأرصاد الجوي. يقول راصدون جويون إن صور الأقمار الصناعية تظهر تكوين الإعصار، وإن المد البحري المصاحب له يمكن أن يضرب السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، ومن المتوقع استمرار اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في بحر العرب بشكل عام. مع اقتراب الإعصار من اليمن زادت تخوفات الناس من تأثيره على السواحل وخصوصا في حضرموت، الأمر الذي جعل مصلحة قوات خفر السواحل هناك تطلق تحذيرا من الاقتراب من البحر خلال الأيام القادمة. المصلحة دعت الصيادين إلى عدم الإبحار لغرض الاصطياد، وحذرت المواطنين من السباحة على امتداد الشريط الساحلي على بحر العرب. الحكومة وجهت بتشكيل لجان ميدانية وغرف طوارئ وفرق إنقاذ تحسبا لأي خسائر قد يسببها إعصار كيار في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرة وشبوة وأبين وعدن. فيما دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة. حالة من التوجس والترقب يعيشها الناس نتيجة الأخطار التي قد تصيبهم أو تصيب ممتلكاتهم جراء الإعصار، وتزايد للتخوفات من تكرار كارثة إعصار لبان الذي ضرب العديد من المحافظات الساحلية موقعا الكثير من الخسائر في الفترة الماضية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وينضم إلينا من صنعاء المهندس بليغ غالب وهو مختص في رقابة وتقييم الكوارث. مرحبا بك سيد بليغ. بداية لو تحدثنا عن قوة الإعصار بحسب التقديرات الرصدية ومدى أخطاره. مرحبا وأسعد الله مساءكم جميعا ونشكركم على هذه الاستضافة. في البداية من قبل كم يوم بدأت مؤشرات تشكل وحركة الإعصار المداري كيارا، حيث وصلت يوم أمس إلى نقول من الإعصار من الدرجة الرابعة، وكانت قوته بحدود 130 عقدة. كان هناك أربع قراءات أو أربع توقعات لخط سير الإعصار المداري كيارا، حيث كان المرجح خيارين هما أن يستمر حركة الإعصار المداري باتجاه الشمال وشمال شرق بحيث يضرب السواحل الشرقية من عاصمة سلطنة عمان، وكان التوقع الآخر والذي هو أصبح مرجح بشكل كبير يومنا هذا بأن يبدأ اتجاه الإعصار بالانحراف باتجاه الشمال الشرقي ومن ثم يأخذ اتجاه الغرب ويعاود الاتجاه باتجاه الجنوب الغربي إلى الغرب، بحيث يتجنب الاصطدام بسواحل سلطنة عمان والسواحل اليمنية. بنفس الوقت خفت حدة هذا الإعصار بحيث تراجع من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة، حيث وصلت
قوته الآن إلى 115 عقدة. وبشكل عام توقعات الجديدة التي تم رصدها مساء هذا اليوم، بداية المساء هذا اليوم، والتي متوقع أن تستمر، لأن تستمر الانخفاض قوة الإعصار وتجنبها الاصطدام باليابسة من سواحل الجنوبية الجزيرة العربية. نعم مهندس بليغ، ما هي الأثار المحتملة لإعصار كيار على السواحل اليمنية، وكيف يمكن لسلطات الحكومة الشرعية أن تخفف من حدة هذه الآثار على المواطنين؟ بشكل عام الآثار ستكون آثار غير مباشرة، حيث أنه من المتوقع أن يكون بتاريخ 2 الموافق يوم السبت ستكون قوة الإعصار قد وصلت إلى ما يعادل 75 عقدة، بحيث ينخفض من سيكون ما بين الدرجة الثانية والأولى، فلذلك ستكون الآثار هي غير مباشرة وغير مؤثرة بشكل كبير على الأراضي اليمنية بشكل عام، ولكن في نفس الوقت ستبقى الآثار هي في ارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 5 متر، وهي التي ترافق هذا النوع من الدرجات للأعاصير. فالآثار الحمد لله إن شاء الله، ونتوقع أن تستمر على هذا المنوال، ستكون غير مباشرة وغير خطرة بإذن الله. نعم، لكن أستاذ بليغ، كان هنالك تصريح لرئيس لجنة الإغاثة العليا الأستاذ عبد الرقيب فتح، طالب بتوفير الاحتياجات اللازمة من إيوائية، احتياجات إيوائية واحتياجات طبية، ألا ينبئ مثل هكذا تصريح أنه ربما قد تكون هنالك آثار أكبر من ما تحدثت عنه؟ نعم، بغض النظر عن حجم الآثار، لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي إعصار. طبعا ما نريد أن نذكره هنا بأن الأعاصير المدارية والكوارث الطبيعية هي خارج سيطرتنا إحنا، أو خارج قدرتنا كبشر في التحكم في قوتها أو آثارها. فلذلك لابد من اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات، بحيث إذا حصل أي تغيير، وهو من المحتمل كذلك، نحن لا نقول، نحن نقول ما يحدث الآن هي احتمالات، لكن من المفترض واللازم أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعلي على الأرض، بحيث يتم تحرك كافة السلطات والمجتمعات بشكل كبير في مواقعها ومناطقها، تجنبا لحدوث أي شيء. ولا ننسى كذلك، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تسببها ارتفاع الأمواج، قد يكون هناك أمطار مصاحبة لحركة الإعصار، وهذه سيكون أثرها بشكل كبير على اليابسة، لأنه كل ما خفت، كل ما قل قوة الإعصار ودرجته، تزداد توسع المساحة التي تغطيها السحب الركبانية، والتي ستكون متسببة في سقوط أمطار تتفاوت ما بين منطقة وأخرى. نعم، إذا سيد بليغ تكرم بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الأستاذ رضوان سالم داهق، وهو راصد جوي ينضم إلينا من سقطرى. مرحبا بك سيد سالم. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم. أهلا بك. من ضمن المناطق المتوقع أن يصل إليها الإعصار هي سقطرى، كيف هي استعدادات المحافظة لاستقبال الإعصار؟ هنالك أنباء أن هنالك تشكيل لفرق طوارئ وفرق إنقاذ. نعم، أشكركم على هذا الاهتمام لتفقد أوضاعنا في أرخب السقطرى. الشيء الآخر، حول ما سألتم، حول ما هو الاستعداد الذي تقوم فيه محافظة سقطرى حاليا لإعصار داري قيار. طبعا السلطات هنا عملت على إنشاء غرفة عمليات، وأصدرت رقم خاص لمشاركة كافة الجهات العسكرية والمشايخ وعقال الحارات للتواصل عبر تلك الغرفة، ولتسخير ايضا شباب في الحارات لاجلاء المناطق الساحليه القريبه من الشريط الساحلي او السواحل، لاجلائهم من منازلهم
قوات التحالف ايضا الموجوده معنا هنا بقياده العميد يوسف ابدا استعداده ودعمه بخيم لايواء ولاجلاء المتضررين حاله حصول اي طاره لا قدر الله، بحكم انه نود نشير انه العاصفه الاعصاريه الكيار لا تزال تتحرك شمال غرب موقعها الحالي باتجاه الشمال الشرقي من أرخبيل الخضرة، ولا نستبعد حدوث تأثيرات الخضرة وبأمطار غزيرة قد تؤدي إلى خسائر أو لا قدر الله من سيول وأمواج بحرية. نعم سيد رضوان، ما هي الأثار المحتملة للإعصار في حال لا قدر الله ضرب الجزيرة؟ ما هي المخاطر المحرقة بالجزيرة وبسكانها؟ المخاطر طبعا هناك مخاطر كثيرة مثل هذه الحالات، نحن قد تعرضنا لضربات كثيرة من قبل لإعصارات سابقة. الناس استفادت نوعا ما يعني كمعلومة أنه مثل هذه الظواهر الجوية قد تحدث خسائر كثيرة في الممتلكات، الأغنام والمراعي، في الأرواح لا قدر الله ازدادت الحالة، ازدادت قربها من سقطرة، فتحصل صيبانات نتيجة أمطار خضيرة، تدفق سيول ما يكون في طريقها، قد تحصل حالة غرق، تحصل أيضا خسائر في الممتلكات، صيادين قواربهم كذا في حال عدم تجنبهم خلال الفترة الحالية لمثل هذه المخاطر التي قد تحصل نتيجة الإعصار أو أطراف الإعصار التي قد تتضرر منها جزيرة سقطرة أو الخليل سقطرة بشكل خاص. نعم سيد رضوان، نعم. تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث السيد سالم دعيمش بالحاف مدير إدارة الأرصاد في مطار الغيضة الذي ينضم إلينا من المهرة. مرحبا بك سيد سالم. مرحبا وسهلا. إلى أين وصل إعصار كير حتى الآن وفي أي درجة يتشكل الآن؟ طبعا موقع الاعصار المداري اللي هو كيار لا زال في يعني في موقعه اللي هو وسط بحر العرب شرقا، شرق بحر اتجاه الشرق وسط بحر العرب، يعني بدا تقريبا حسب بعض الخرائط انه اقل من الدرجه الرابعه تقريبا، بدا ربما يصل قريبا الى الدرجه الثالثه، وهو تقريبا يبعد عن محافظه المهرة تقريبا 1000 كيلو متر او يزيد قليلا. الشيء الثاني انه سرعته 6 كيلو متر بالساعه حسب الخرائط الجويه. سرعه الرياح تقريبا 110 او 115 تصل الى 125 عقده. بدا ينحرف تقريبا الى الجنوب الغربي. الى حد الان التغييرات على محطه المهرة لا تغييرات مباشره الى حد الان. نتوقع تغييرات الاعصار على تقريبا خلال اليومين القادمين، وقد تتاثر فيه سقطرة اكثر تقريبا من المهرة، لانه هو تقريبا في اتجاه سقطرة ربما الاقرب، وانه هو اعطى بعض التقارير او المسارات عليه، ونتمنى من الله عز وجل ان يخرج بردا وسلاما باذن الله على المناطق الساحليه اليمنيه والعربيه، والامور خاصه في محافظه المهرة تبدو طيبه الى حد الان، الاجواء ممتازه، ما فيش تاثير مباشر الى حد الان، جدا يتاثر محافظه المهرة خلال الايام القادمه الخميس والجمعه والسبت، هذا حسب الاحتمالات الرصديه، ونتمنى من الله عز وجل ان يكون هذا عابر سبيل بدون تاثير على البلاد والعباد باذن الله. تقريبا هو يمشي بسرعه 6 كيلومتر بالساعه. نعم سيد سالم دعمش، تكرم بالبقاء معي لاعود لضيفي من صنعاء المهندس بليغ غالب. سيد بليغ، ما هي ابرز النصائح والتحذيرات التي يمكن ان تقدمها لساكني المناطق المتوقع ان يضربها الاعصار؟ طبعا أود أن أشير إلى نقطة مهمة وضرورية.
والتشكل عصام كيارا وحركته أعطتنا وقت جيد أو مناسب وكافي لأخذ الاحتياطات اللازمة، ونود أن نشير ونطلقها نداء مبكر من ليلتنا هذه، لأنه قد تم بالفعل الآن بدء تشكل أو مؤشرات لبدء تشكل إعصار محا الذي سيكون سيبدأ في الحركة باتجاه السواحل أو باتجاه بحر العرب خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يكون خلال يوم الاثنين والثلاثاء القادم على شفا الوصول إلى السواحل العمانية وسواحل المهرة. هذا الإعصار من خلال ما يقرأ وخلال تتبعه عبر مراكز تتبع العواصف الدولية سيكون هذا الإعصار أقوى في أثره من إعصار كيارا، بحيث أنه سيدخل أو سيبدأ في الاصطدام بساحل حضرموت بساحل محافظة المهرة تقريبا مساء يوم الاثنين، ومن ثم سيتحرك باتجاه الشمال الغربي نحو حضرموت الوادي، ومن ثم محافظة اليوف، وسينتج عنه أمطار رعدية كبيرة. فلذلك وجب من الآن الإعداد والاستمرار في أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الآثار التي قد يحدثها إعصار كيارا، أو من المتوقع أن يحدثها إعصار محا إذا استمر في تشكله والتوقعات التي ستحصل. الاحتياطات اللازمة التي نطالب بها تجنب الصيادين والسفن والقوارب من الإبحار في المناطق الساحلية خلال هذه الفترة، الأهالي والساكنين في مناطق الوديان وبالذات في محافظة سقطرة والمقرة والساحل حضرموت وحضرموت الوادي، في تجنب البقاء بالذات في المناطق التي تكون واقعة في مجال السيول تحسبا من حدوث أي أضرار أو كوارث ناتجة عن السيول التي تنتج عن الأمطار. نعم، شكرا جزيلا لك المهندس بليغ غالب، مختص في الرقابة وتقييم الكوارث، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد رضوان سالم، ما هي أبرز الإجراءات الاحتياطية الاحترازية المفترض لساكني الجزيرة جزيرة سقطرة أن يقوموا بها؟ نعم، الاحترازات طبعا ابتداء من اليوم على حسب معطيات النشرات الصادرة إلينا من مركز الوطني للإرصاد الجوي، فالاحتياطات لا تزال قائمة ابتداء من اليوم. غرف العمليات أنشئت، التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليم عام عبر خطباء المساجد المتواجدين في المدينة وفي الرياض، وطبعا بلغنا اللواء المتواجدة معنا في سقطرة وقيادة النقطة البحرية المتواجدة في أرخبيل سقطرة لإطلاق البرقيات عبر اللاسلكي للمناطق المتواجدة في أطراف الجانب الشرقي لسقطرة، لتحذير الصيادين، لتحذير الأهالي، لتجنب أماكن السيول، الصيادين امتناعهم عن ارتياد البحر ابتداء من اليوم، لتجنب السلطات عملت على يعني ترتيب وتنسيق مع جهات عده مع منظمات متواجده معنا في سقطرة لتوفير خيام التخييم لإجلاء المواطنين المتواجدين على السواحل الجزيره في حال حصول اي اطار لا قدر الله قادم ان شاء الله. نعم، إذن سيد رضوان سالم داهق كنت معنا من سقطرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد سالم دعميش، هل لدى الحكومة اليمنية الإمكانية لمجابهة مثل هكذا أمر، وما الذي تحتاجه السلطات لتكون على أتم الاستعداد للأعصار؟ مرحبا سيد، احنا والله عبر ضمن بعض التحذيرات المستلمه من المركز الوطني للارصاد وننشرها عبر التواصل الاجتماعي وكذا عبر اذاعه المهره، كان لنا لغايه اليوم على اساس من ضمن بعض التحذيرات للمواطنين وموجهه ايضا الى بعض مكاتب الدوله لعمل اجراءات لازمه لاتخاذ اجراءات لمواجهه هذا الاعصار.
ان وجد باذن الله السلطه في المحافظه اعدت بعض غرف الطوارئ، وكنا على تواصل قبل شويه مع بعض الغرف هذا على اساس انهم ياخذوا الخيط والحذر وناخذهم بعض التحذيرات التي توصلنا من باقي ضروري الارصاد وكذا من بعض القنوات الخاصه بالارصاد الجوي، ونتمنى ان تاخذ بعين الاعتبار الانذارات وان تتجد لها اداء صاغي، وربما احنا لاننا فقه بالسلطه المحليه ان تعمل بكل جهد واجتهاد وان تحرص على المتابعه لهذا العاصفه الاعصاريه، وكذلك لنا اتصالات بعض الجهات الخدمات الصحيه والسلطه المحليه بعض المكاتب وبعض المكاتب الطوعيه الشبابيه. ان شاء الله يكون على قدم وساق ونحذر حذرنا الصيادين ورواد البحر وكذلك اخوه المواطنين الذين يتواجدون في بعض الاماكن من الاوديه على اساس ان يكونوا على حيطه وحذر، وان شاء الله نقوم بما وجب علينا من اتخاذ اجراءات. نعم سيد سالم، هل كان هنالك اي تنسيق مع المنظمات الدوليه او الجهات الدوليه المختصه بهذا الامر؟ والله نحن في محطة النهر للاسف الشديد ان نفتقر الى بعض المنظمات الدوليه اللي هي خاصه في مجال الاسعافات او في مجال الطوارئ، ربما لا توجد بالشكل المطلوب، ولكن نحن تعاملنا يعني مع السلطات المحليه بافضل الامكانيات المتاحه لها، بالرغم من اليمن تمر بازمات حروب وازمات اقتصاديه، الا نسال الله السلامه والتوفيق والسداد باذن الله. نعم، إذن السيد سالم دعميش بالحاف مدير إدارة الإرصاد في مطار الغيضة كنت معي من المهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من صنعاء المهندس بليغ غالب، وكان معي من سقطرى رضوان سالم داهق رصد جوي، وكان معي من المهرة مدير إدارة الإرصاد في مطار الغيضة الأستاذ سالم دعميش بالحاف، والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.